الساحة جاي تأمل وجاي تجيش هذه عبارة عن أكرة تمديدات صحية أحدث فيها بعض الشظايا من خلال تقطيعها بواسطة صاروخ شرخ وتحويلها إلى نقاط ضعف أثناء انفجار الحشوة المتفجرة في داخلها. تتناثر هذه القطع التي تعتبر شظايا للتأثير على أكبر قدر ممكن من العناصر. عبارة عن ظرف لمبيد حشري سام يخلط مع المواد المتفجرة والشظايا، وعند انفجار الحشوة المتفجرة تتناثر الشظايا الملوثة بالسم لتحدث جروح في جسم المصاب ومن ثم تسميمه. Yeah.
خليك عم تشيل وهيدا طبعا احكي انت وعم تشيل شغله عم تشيل لنا شو هاي لا خلينا طبعا عبارة عن مسدس بلو اف 92 شو هيدا؟ طبعا عبارة عن ضروب ديناميت و عبارة عن ضروب خلق جفت كسرية بس فارغة هاي ما لها ايه فارغة طبعا فراغيات مستخدمينها طبعا هذه ألعاب نارية كمان نوع من التخويف تعطي صوت وكمان عندنا هون ضرب ديناميت هي مسامير مشان الشظايف ضروب جفت او بنبكشه تحاول لو فقط تحكي بس اللايك حاول تستمع علبة صواعر توضع حاطين على علبة صواعر في صواعق مزودة ب فتيل عبارة عن عبوات ناسفة من التينتي أو الديناميت أو السماد المطبوخ عبارة عن ألعاب نارية فتش لإحداث الصوت و تخويف الناس هلا حطهم بها الكيسة كيف هاتون شيء؟ لا سوريا يعطيك العافية عم الله يعافيك يا رب هاد سماد قد ايه زينتهم هدول؟ هدول سعتهم 750 كيلو يستخدمون لصنع العبوات الناسفة كل كيلو كم بيصنع عبوة؟ تقريبا خمس عبوات هذا ضبطتوهم بجبلة بالدريبة بشارع الدريبة؟ ضبطناهم بشارع الدريبة